الله عليكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الساحل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج ظلال الخبر. إضراب نقابة الأطباء الأخصائيين عن العمل أو التلويح بالإضراب عن العمل لمدة 3 ساعات تبدأ من غد الخميس حسب تصريحاتهم وحسب البيان الذي صدر عن نقابة الأطباء الأخصائيين. ما هي الأسباب والدوافع وراء هذا الإضراب؟ ما هي حقيقة التحويلات التي وصفوها بالتعسفية إزاء زملائهم من مستشفى واذيبو؟ وما هي أبرز المطالب التي يطرحونها على الجهات الوصية لتحقيقها؟ وما هي أبرز العراقيل التي تكتنف مسار تأديتهم لمهامهم الطبية؟ هذه النقاط أعالجها في حلقة الليلة من برنامج ظلال الخبر مع ضيفي نقيب نقابة الأطباء الأخصائيين السيد محمد المية، الدكتور محمد المية، الذي أرحب به ضيفا معنا في برنامج ظلال الخبر. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا وسهلا. بداية، لوحتم في بيان صادر عنكم اليوم بالتوقف عن العمل لمدة 3 ساعات ابتداء من غد الخميس في إطار إضراب واحتجاج على ما اسميتموه التحويلات التعسفية لبعض زملائكم من مستشفى واذيبو. ما طبيعة هذا الإضراب الذي تنوون القيام به، وما هي الأسباب والدوافع الحقيقية وراءه؟ شكرا لكم. الحقيقة أنه هو ما قالوا هو ما هو تلويح بإضراب، وإنما هو الشروع في التوقف عن العمل. وهذا غدا الخميس اللي هو يوم 5 ديسمبر تم التوقف عن العمل مدة 3 سوايع 3 ساعات من الساعة 9 حتى الساعة 12، ومع وقفة احتجاجية أمام المستشفى الوطني. طبعا هذا سببه يعود المباشر الان هو هذا التعامل اللي وعدل لزملائنا في واذيبو، واللي حقيقه يشكل فقط راس جليد من المشاكل اللي يعانون منها الاطباء الاخصائيين ليس فقط في واذيبو وانما في عموم موريتانيا. هذه المساله حقا مزمنة، اللي هو هذه معاناة الأطباء الأخصائيين الكادر الطبي بشكل عام في واذيبو ولها سنوات وكل مرة ينقضوا لها شمن الحلول ترقيعية شمن المهدئات، ولكن جذور الأزمة ما قط انحلت. وهي تأخر مستحقات الأطباء الأخصائيين، وطبعا ومعهم الأطباء العامون ومعهم الكادر الشبه الطبي، وكذلك الظروف اللي سيئة جدا للعمل في المستشفى. وهذا هو اللي وساهم عنهم يدخلوا في إضراب عن العمل. هذا إضراب عن العمل لين بدوا فيه. طبعا هذا الإضراب احترموا فيه ذيك الأجل، القوانين الكاملة تتعدل، ذيك المسطرة القانونية تتعدل، وذيك الأجل اللي تنعطى من أجل الدخول فيه، ودخلوا فيه بشكل طبيعي وبشكل إضراب، تكفلوا النظم وتكفلوا التشريعات من أجل المطالبة بالحقوق. اللي غير مسبوق، وهذا هو نحن في نقابة الأطباء الأخصائيين رافضينه تماما، الأطباء الأخصائيين كاملين رافضينه، هو أن يعود في ظل إضراب مشروع التزموا فيه جميع النظم والقوانين والتشريعات، ينحاز عليهم ويعاقبوا عقابا لهم. لكن ما الدليل على ان هذا الاجراء الذي اتخذته وزاره الصحه هو عقاب للاطباء؟ هذا السؤال ممتاز، لانه خصوصا ان نحن هذا الاضراب، هذا العقاب لهذا التحويل اللي نخلق لو حال تقريبا يعود له 10 ايام، ولذلك نحن ما قمنا باي خطوه لين فترة دراستنا وشفنا الأمور. وكان طبعا هذا الزمن مع ذيك الأيام الطويلة اللي كانت فيها اللي كانت الراحة بعد متزامنة مع عيد الاستقلال، وبالتالي هذا تأخرنا. غير لين أجبرنا السلطات المعنية بررت فعلتها بعد هذا عنه تحويل عادي سلطة تقديرية للإدارة، أنها تحول طبيب والله معلم والله بليده والله أي حد موظف عندها من
من من من بليده ما هي فاصله فين شور بليده فاصله فين بديها الصلاحيات بتاعها عندها صلاحيات وهذا طبعا عنده في الحق ونحن ما منازعين في هذا الحق له هو ولكن نحن عندنا الدلائل تثبت عن هذا عن ما هو تحويل من الموظف عمومي من بلاصه فيها شور بلاصه مفصول فيها اكثر اولا عندنا ذي اللي قالوا طبيب الأخصائي ذي اللي حولينا أربع أطباء واحد طبيب الأمراض القلب بالشرايين هو الطبيب الوحيد الساكن تنوادي بوكامل اللي تزيد ساكنته عن 150,000 اللي يقوم ومعروف عن 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 اختصاص عن اختصاص الأمراض والشرايين عنه هذا هو من أكثر دواعي للاستشارات تزيد على 30% في بعض الأحيان هذا هو الطبيب الوحيد اللي في نوادي بوكامل اللي يقوم بمئات الاستشارات شهريا مئات الفحوصات والكشوفات اللي عدل معناها عنه حد مشبيهش داير في بلو ما معقول يعني لم يبقى هناك أي طبيب ما في أي طبيب أخصائي في هذا التخصص لم يسوريت ما في أي طبيب أخصائي مرض القلب والشرايين في نوادي بوخاطي هذا اللي يحول هذا كيف يبرر كيف تبرر كذلك تحويل الطبيب الوحيد في المستشفى الأخصائي الأشعة ويبقى على 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 مصالح الجراحة وعلى المستعجلات تصوير بالأشعة أنت عندك مريض جايك عنده إنرجانس عنده حالة مستعجلة ليتشخصوا سريريا كيف ما قبل التاريخ بالفحوص السريرية بالطرق التقليدية وأنت طبيبك الوحيد اللي اختصاص الأشعة مشيته عنك هذا زاد وكذلك يغلط الطبيب الوحيد اللي اختصاصي في الأنف والحنجرة كذلك في مدينة نواذيبو تم تحويله طب نواذيبو فيه فقط هذه الساكنة الكبيرة فيها فقط أخصائيين للأطفال تم تحويل واحد منهم وهو معروف عنه ما هم قاع فما تي محد منهم فم كاملين ما كانوا قادرين على أنهم هذا معروف عن الأطفال عندنا يزيد نسبتهم على 30-40% أنا هناك 150-140 ألف أنا هناك هذا ما كافي طبيب واحد وهذا طرحتموه على هذا طرحناه بشكل واضح بشكل واضح للسلطات الادهى صقع من ذلك ان نحن مولينين فتنجبرناهم وقالوا لنا هذا اللي قالوا لنا هذا اللي قلت لك حالا واللي هو مبرر ظاهره مقبول يغير نحن ما توصلنا نحن معلومات توصلنا معلومات عن الاداره المحليه الان المستشفى عنها تفاوض الاطباء اللي مازالوا فماتيه واللي مضربين عنها لا يتحولهم ولا يتوقفوا عن الاضراب وهذا واضح انهم ملاه انهم حولهم الماء عنهم ما مفصلين محولهم عنهم هذا يوقفنا عند نقطه مهمه ورئيسيه اضراب الاطباء في مستشفى نواذيبو اذا وجدت الاداره العامه لمستشفى نواذيبو انه بات يضر عمل هذا المرفق الصحي وبات يشل من حركه هذا المرفق الصحي قد ترتئي بان تحول هؤلاء الأطباء المضربين الذين لم تجد معهم أي أسلوب أو آلية للتفاهم مقابل أن تستقطب أخصائيين من نفس التخصصات للعمل دون أن تكون لديهم خلفيات إضراب واحتجاج هذا هو مربط الفرس بالضبط هذا هو مربط الفرس هذا غير هذا 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 يقد يؤدوا والتسويق اللي هم يعدلوا واللي نحن طبعا رافضينه يا غير هم اذا ما هو اللي قايلين للرأي العام ولا هو قايلين ان نحن كنقباء كنقابه كمسؤولين قالين عنهم هذا هذو هم هذو عنهم ما فاصلين فيهم وعن فمات البداية أخرى فاصلين فيهم أكثر ولا يحولهم شر إذا كان هذا اللي قلت الآن عنهم هم فعلا فاصلين فيهم أرأي النقطة الأخرى اللي قلت لكم هي مهمة لتثبت كذلك الدليل اللي زيادة نقطة مهمة هي عن إجبرنا رسائل من, 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 من السلطات المحلية الإدارة والوالي وذاك شيء مش رسالة لا 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 مركزيا عن هذا عن هي رسالة عن هذا عن الأطباء المضربين الذين يرون أنهم تتخذ إجراءات ضدهم وهذا ما هو هذه رسالة من مشيها هذه رسالة جبرناها نقول حالة ما نبغي نفصح عن مشيها ولكن عندنا بعد عندنا 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 تاريخها معدلة 14 أكتوبر وعندنا أرقامها رقم أرقام الرسائل اللي
أرقام الرسائل اللي أذكر، اللي واحدة منهم رقمها 1283، والأخرى رقمها الأخرى ب 15 أكتوبر 006-0141، اللي مطالب موجه موجه من أجل موجه مركزيا عن هذا، معنونة عن لائحة الأطباء المضربين المراد اتخاذ إجراءات ضدهم، وهذا هو ليس كما تصرح جايكم، لكن هذا ليس هو كما تصرح به بعنهم يالتهم عنهم ما مفصول فيهم. هذا اللي قلت الآن هو مربط الفرس عندنا نحن، عن يعود طبيب ومفصول فيه، ولكن يحول من أجل أن يندرف بلو حد آخر. هذا هو اللي يفتح الباب، وهذا أول مرة تخدم بالمناسبة. وهذا معناها عن إحنا كأطباء وكنقابة اللي يكفل إن القانون عن نقبل المسطرة اللي تكفل إن بعنا نعضو عن حقوقنا بشكل شرعي، ولين تأخذوا فيها الإجراءات كاملة، لين عدلوها بطريقة قانونية، عن ينحاز علينا ونعاقبه من أجل عنه كسر إرادة النضال عند الأطباء. هذا هو اللي ما نقابين، هو اللي سابقة خطيرة. بدل معنا قبيل لين نعود عندك عامل وانت قارب فصلك فيه وقار فصلك فيه، وعنك هذا بدل أنك تمشي تلوه درجة أخرى ياك تديره بلو حلو قاع هو مشاكله ويبقى هو معك، راه هو اللي يعود الصبح في ظروف ما هي الظروف اللي هي يعود أنت باغي تحول وراء كسلطة تقديرية للإدارة. إحنا ما عندنا معها جميل. مشكلة جميل. ذكرت بأن كم عدد الأطباء الأخصائيين في المجموعة التي تم تحويلها؟ هم أربعة أخصائي مرضى قلب الشرايين، أخصائي أطفال، أخصائية أطفال، أخصائي أشعة، أخصائي أنف وأذن وحنجرة. أربعة. نعم. وأنتم نقابة الأطباء الأخصائيين، تحركتم وأصدرتم هذا البيان، و يعني دخلتم مباشرة في إضراب احتجاجا على هذه التحويلات. لكن لماذا لم يعني بقية الأطباء الآخرين الذين تم تحويلهم غير أخصائيين مثلا؟ جيد. احنا ولا اختار نقول انا احنا هذا ما ينقالوا هذا الان ينقالوا توقف عن العمل، ولا هو اللي ينقالوا الاضراب. طبعا فماتية احنا ذاك شيء كامل، اللي الخطوات كامله اللي تضمنها ان تكفلها ان النظم والقوانين مستعدين نعدلوها من اجل دفع الضرر، ومن أجل هذه السابقة الخطيرة اللي أرادت كسر النضال عند الأطباء عنها توقف ما نقدر. الناس الأخرى طبعا نحن الناس الأخرى كاملة، نحن مثل الأطباء الأخصائيين ذوك عندهم هيئاتهم، عندهم ممثلين نقابات. من أجل لماذا لم تخرج نقابات؟ لا كان ما نقدر. ذاك السؤال يوجه لي هي، ما يوجه لي أنا، يوجه لي كسؤال الناس اللي يمثل واللي تضررت. لكن مبدئيا إذا كانت المبررات التي طرحتها بهذه القوة، لماذا لم تخرج بقية نقابات؟ مبدئيا نحن مع النقابات الأخرى كاملة في نطالع عن حقوقها، ومساندينها في ذيك الإجراءات اللي تقبض من أجل هذا. غير ما قدوا مولين تحدثوا باسمها. طيب. ما قدوا تحدثوا باسمها لما خرجت. واضح. طيب. على كل حال النقطة الأخرى تتعلق أساسا يعني الاستراتيجية التي اعتمدتموها للتعبير عن الاحتجاج على هذه التحويلات، بدءا طبعا بتوقف عن العمل 3 ساعات غدا. التوقف عن العمل، لماذا البدء بالتوقف عن العمل؟ لا يعني ليس فيه إضرار مباشر بالقطاع الصحي وبخدمات القطاع الصحي تجاه المواطن الموريتاني؟ لماذا لم يكن حاضر المواطن الموريتاني بقوة لديكم في هذا الإجراء؟ هذا السؤال مهم، وإحنا دائما يتكرر علينا بإذن الله. نحن هدفنا من الإضراب وهدفنا من التوقف عن العمل، وهدفنا من النضال بشكل عام هو لين يدفع الضرر عن الأطباء بالمقابل اللي يتحسنوا ظروف المرضى. أنا كما قلت لكم ولن نحن تلويح العمل غدا ما يشمل الحالات المستعجلة، ولا يشمل الأنكولوجيا، ولا يشمل الرينيماسيون، وإنما فقط يكون الأمور الغير مستعجلة اللي يمكن
أنها 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 تبرمج أن تؤخر برمجتها إلى وقت آخر. غير نحن إضراب عن العمل الأول مستفيد منه المواطن. هذه قلت لكم الآن أنتم تصوروا عن 150 ألف في نواذيبو. حد منها عنده تانسيون الصبح لا يمشي يدفع قيس عنده لا يمشي يدفع قيس 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 المقشور. نحن أسبوعيا فماتي نحن أسبوعيا يمشاو ثلاثة أربعة من نواذيبو للنواكشوط في ديزامبيلانس لأنهم وشخصوا عندهم انسداد في الشرايين مستعجل علاجه. هذو الناس اللي تجي فماتية اللي واحد منها عنده انيرجانس وحالة مستعجلة يعطي تشخص به عن طريق التصوير الطبقي عن تصوير صوتي اللي هو الالتراسون اللي هو الإيكوغرافي. هذا من اللي يعدوا أنا هذا كامل هذا في النهاية راجع لدفاعنا عن الأطباء دفاعنا عن حقوق الأطباء هو الوجه الآخر له هو كذلك دفاع عن المواطنين ودفاع عن فما تي نقطة مدي أخرى إحنا كبيرة رأينا قد ما طرقنا له شني زيادة عن هذه المستحقات اللي متأخرة فما الظروف البالغة السوء اللي قالوا مستشفى نواذيبو. مستشفى نواذيبو الآن حد يقول هو راه هو مصف وين قالوا مستشفى جهوي. هو الآن ما عنده ما الآن يقدر حد يقول عنه مركز صحي. بمتن ردائت متن هذا لا. الآليات ردائت الخدمات اللي مريض جه ما عنده شين قالوا ديكسترو معناها ينقبض له الدم في الحالات المستعجله المهمتيه ديتانسوميتر مهمتيه شين قالوا دينيبيديزات شي ما نقول فماتيه عندهم بالنسبه للاطفال عندهم حاضنات قديمه جدا ما تلات حكمه فونكسيونال قسم الجراحه متهالك ذا بلوك ما فيه وراه هو بالمناسبه الوزاره قط بلوكات ميزانيه 100 مليون للو حالا سنتين الأطباء كانت فماتية زيارة لوزير الصحة ودبلوك ميزانية 100 مليون على أساس إكسبرسون دي بزوانهم عدلين الأطباء اللي هم الفماتية معناهم حاجياتهم إفصاح عن الحاجيات عن الحاجيات للو حالا سنتين وهي يالتت في كونتروبيتال ومع ذلك الى حد الان ذيك المسائل اللي وعدت عنها اكسبريسون دي بيزون اللي حالا سنتين ما فات حالا ولب منها شيء يسوى شنو وبالتالي هذا حقيقه الوزير الحالي وزير الصحه الحالي التقيتم به نعم التقينا به هذه المطالب التقينا به وللامانه كان شخص منفتح جدا ومنفتح على المطالب بشكل عام ونحن هو عدلنا لجنه مشتركه من الوزاره ومننا نحن كنقابل دراسه ذيك دراسة عريضتنا المطلبية اللي كانت ليلها شيء والآن متباركين معنا درسوها ونقدموا لهم فيها مقترح شنو هي أبرز ولكن لا 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 ديفيرجنس بيننا نحن وهو كانت أساسا هذه النقطة اللي هي قضية التحويلات كانت حقا نقطة نحن وهو فيها ما كان رأينا فيها واحد ولذلك اتخذنا هذه الخطوة اللي هي طبعا هو رأي الوزارة كان مغاير وبالنسبه للامور بالنسبه لعرض المطلبيه الاخرى كما قلت لكم كان منفتح ليها وكان الصدر رحب عنا نشوفوا اليه لهنا اللي ينطبقوا شنو ابرز محاور عرضتكم المطلبيه اللي قدمته لوزير القطاع طيب اولها طبعا اللي قالوا تحسين الظروف في المستشفيات من تحسين ظروف العمال معناها هذيك الوسائل كامله اللي تسمح للطبيب انه يعدل التشخيص بشكل جيد واللي انه يشتغل باريحيه عنها تعدل وهذه مسألة الاخرى هي قضيه زياده الاجور اللي احنا نعتبروها هزيله جدا بالمقارنه مع الرواتب المحليه نحن هنا يعني نقارنها مع ذوك الناس اللي يعطي معتقد احنا ما خالد طبيب اخصائي ما عنده البكالوريا زايده 12 سنه معناها الدكتوراه زايد عليها 4 سنوات الى 5 سنوات معناها البكالوريا زايده
12 إلى 13 سنة ومع رواتبنا هزيلة لا تداني اللي قالوا لا اسمه شي قالوا لا 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 الأساتذة الجامعيين اللي نحن نقدم عود أكثر من دراسة لأنهم عندهم أقل من عندهم الدكتوراه وإحنا عندنا 4 سنوات بعد الدكتوراه ولا تقارن هي بالبرلمانيين ولا تقارن هي بالقضاة ولا تقارن بالتالي نوعا وكذلك هزيلة كذلك بالمقارنة مع الدول الجوار اللي نحن هم عندنا نفس الظروف تقريبا تشكل نصها ما تقارن هذا هو الأدهى هذا هو الأدهى ونتيجة عنا عندنا هذا المستشفى اللي فيه أجانب اللي قالوا المستشفى الكوبي اللي هم أجانب رواتب الأطباء فيه 3 أضعاف راتب الطبيب الأخصائي وهذا حقا يشبه النكتة عنا نحن هذه دولتنا وهذه خيراتنا وهذه ضرائبنا اللي ندفعه وهذا مع ذا يقدم يعني هذا ما قطنا نظر عن شنو مهم نعرفه ذا الخارج كامل عفماتية الأجنبي دائما يعدون دون المواطنين في هذا نحن راتب الطبيب الكوبي في موريتانيا 3 أضعاف راتب الطبيب الأخصائي وهذا قطعا ما هم هذا يوضح عنه هذا عنه حقا قاع احتقار للمواطن ولهم من هيبة له من هيبة الدولة وله من احترام المواطنة من ضمن العريضة طبعا هذا العريضة عن ينزاد الوجوه ونقطة أخرى كذلك مهمة هي نقول التكوين المستمر هو التكوين التكوين لأنه المستمر. هو أنتم هون يعني الأطباء أيضا يشاروا إليكم بالأصابع يعني انتقادات كثيرة توجه لكم المواطن الموريتاني أن الطبيب الموريتاني أيضا تنقص الكثير من الخبرة يعني كان يحتاج للكثير من التكوين يحتاج للكثير زيادة الخبرة كثيرا لكي يتأقلم مع بعض الأمراض التي الآن نشاهد بعض المواطنين يسافرون إلى الخارج من أجل علاج هذه الأمراض هذا التكوين الناقص لدى الطبيب الموريتاني نحن هذا كان يلا عود هو المطلب الرئيسي صحيح نحن من هذه النقطة نحن هذه نقطة أساسية عندنا قالوا طب ما في حد يوقف مرحلة بكذا أنت اليوم هذا اللي تقرا اليوم هذا اللي تداوي به المريض اليوم ما تقدر تداوي به غدا وبالتالي ما في ماتية تكوين مستمر للطبيب سواء بيرسالوا في البعثات سواء مجيبت الخبراء المشاركة في الندوات المشاركة في هذا هذا فضل هذا لما يعد طبيب اللي يتم النهار واللي تخرج به ذاك اللي كان يداوي به ذيك الساعة هو اللي يتم استخدمه الآن وهذا حقا ما هو مقبول هذا غالبية الأطباء ذا اللي عدوا كامل من التكوين مجهود ذاتي وهذا فضل تدني الأجور حقا ما هي قدانها لأن الطبيب من الطبيب هو يعاسر كان يمشي راسه مرة والله ثنتين في السنة كان يمشي تكوين وهذا بالمناسبة فما تي دبيت جمدورة له في الوزارة ولكن توخف بين بعض مرفق يقولوا هذا أنا لا طبيب يستفيد منها وبالتالي نحن نطالب بالتكوين المستمر أنا يعني أود كل طبيب أنا كل طبيب خاصة هم تكلم عن الطب الأخصائي وطبعا لا الطب الأخرين يعني أود فما تي آم بيجي أود فما تي تكوين ونقال هذه بيجي مخصصة وينشركوا الأطباء في تسييرات أود بشكل مركزي إما تعود بشكل مركزي عند الوزارة وينشركوا فيها وإما تدبلوك تمشي على مستوى المستشفيات ويعود كل مستشفى عنده عنده ميزانية للتكوين المستمر وينشركوا كذلك في الأطباء من نجاح وهذا لين نخرصوا نحن 400 طبيب ولا خالق ما خالق 600 مليون والله 700 مليون والله 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 مليار ما الله مليار من لقية وهذا يعني ما هي معدلة ما هي مكون الأطباء ما هي مكونتهم بشكل مستمر وجايبتهم الخبراء اللي يستفيدوا منهم ولكن هذا ما هو معدلته احنا هذا من مطالبنا وراجعنا عنه كيف تردون على من يقول بأن كل النقابات اليوم نقابات العمالية خدرتها السياسة بمعنى أنه إذا وجدت نقابة تتلقف ملفا ويعني تقوم بتسويق بعض الشعارات التي ربما موالية للنظام أو معارضة للنظام فاعلم بأن هذه النقابة مخدرة سياسيا البعض مثلا يشير إلى انحراككم قد يكون مختطف سياسيا لأنكم عندكم ميول معارضة أو غير ذلك كيف تردون على من يطرح هذا الطرح؟ أنه ليس من أجل فقط الأطباء الأخصائيين هو حد قيروا يا توجيب عليها دليل كونوا اختطفوا أنا رأي قاعد أنا يقدر يعود وإذا معروف النقابات والسياسة قاعد يقدر يعود في العالم قاعد كامل ما هو لنا إحنا حدنا ما هي مسلمة بعد غير الخطير حتى إذا كان عندنا وأنا حتى إذا كان عندنا توجه سياسي المطلوب أنك أنت نقابي
انت عندك توجه سياسي هذا ما يحولك القانون. طبعا النصوص النقابيه تقول عن حد في عن حد في عن 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 حد في المكتب ما يلتقي يعود في مكتب سياسي للحزب هذا النار. كونك انت عندك موقف شيء من المثقفين وش من الناس اللي قالي وش من الناس هذا ما معقول انا ما يكون يعود عنده موقف غير خطير ولا مستساغ واللي يلتقي حد يجيب دليل يريد نعود نحن بدل من عنا نمشوا نتبناوا مصالح الاطباء ونمشوا نسعوا نسلوا ونتخذوا فيها الاجراءات القانونيه نمشوا بها شور مصلحة طرف سياسي وهذا هو المقبول. أما نحن ما فهمشي يمنع على ما فهمشي يمنع على 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 الطبيب ولا على الأستاذ ولا عنده توجه سياسي يغير ما من المقبول عنه يختطف النقابة ويوجه سياساته ويوجه حركاته شور أفعال وشور مسائل تخدم طيفه السياسي ونحن هذا بعد بعيدين كل البعد عنه أو حد جايب حد متهم من ذاك لا يجيب عليه دليل. جميل. قضية يعني غدا بعد توقف العمل 3 ساعات إذا لم يؤتي وكله ما هي الخطوات المقبلة الاستراتيجية المرتقبة للضغط من أجل تحقيق هذه المطالب؟ سوف نقوم إن شاء الله تعالى بخطوات متصاعدة بالتوقف عن العمل مرات أخرى إلى الإضراب الجزئي إلى يعني إذا كامل اللي ما فهم نحن النقابة وذاك اللي تكفلوا النظم والقوانين كاملين محتفظين بها رؤوسنا ولكن قاع راجعين قاع الناس قاع ما تلجأنا قاع للرواية ما نبغوها أمور بسيطة ياسر منها في دقيقة أمور ياسر منها في دقيقة أبرز العراقل التي تعتقدون بأنها تعرقل حاليا أداء مهمتكم الصحية كاطباء أبرز العراقل اللي العراقل طالب الحكومة بعلنة تقلب لكم عليها بسرعة وبعجلة. مسألتي واحدة تحسين ظروف الأطباء الطبيب بيدي الطبيب وضعه في ظروف جيدة لأن الطبيب اللي يعود ما هو ظروفه جيدة ما يقدر يداوي الناس ولا هي يلجأ لعنه بدل ما عنه يفوت وقت طويل في المستشفى كيف تدي عدو وراءه في المراكز الخدمية ويعدل أبحاثه ويقوم ويطور عمله يلجأ لعنه له يعدل بعمال أخرى موازية يقدر يعيش منها وهذا يمنع عنه يبقى في المستشفى لفترة طويلة وعنه يعدل أبحاثه وعنه يتطور وهذا وبالتالي هذا عرقلة. مسألة الأخرى وهي ذي اللي ينقالوا الوسائل اللي ياسر منها حقا وفطن ولا خاصين ولا لا 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 ما خاصين ما خاصوا المادة لأن أغلب نعطيك مثال مجال تخصص من ذلك الآن المنظار الطبي الآن أغلبية مستشفيات المكشوط لا أظن خاسر في الهوبيتال جزئيا وفقط مستشفى زايد مع انه هو هذا مدخل الدولة يعني ياسر من الفضل هو من راس ولين تعدل الدولة جايب هذا جهاز ضروري الجزئ من اجل التشخيص والعلاج طبعا هذا يجر ذيله على المسائل الاخرى كامله الوسائل يعني الطب الان تطور من ذيك التشخيص من الاليات التقليديه والتشخيص السريري الى عادة طلب ياسر من المعدات اللوجستية من أجل عنه يقوم مهامه. طبعا وهذا كذلك مولي الكادر كذلك مولي الشرف الطبي والعامل الطبي كامل لازم يندار ظروف جيدة باش يعود يدبيها. دكتور محمد والمياه نقيب الأطباء الأخصائيين كنت ضيفا معي في برنامج ظلال الخبر حول الإضراب الذي أعلنتم عنه في نقابة الأطباء الأخصائيين والبيان الذي أصدرتموه حول التحويلات المتعلقة بزملائكم في مستشفى الجهوي بنوادي وأشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة والحضور معي. أشكر كذلك مشاهدي الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة. أطيب المنافئ من الله. We'll be right back.